السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتحدث عن معالم المنصورة، نتحدث عن مكتبة مصر. مكتبة مصر أو مكتبة مبارك سابقا. مكتبة مصر المكان مدينة المنصورة على نهر النيل بجوار ديوان عام المحافظة. التاريخ يوم 10/9/2019. الحدث عرض أنشطة مكتبة مصر. في الحقيقة المكتبة رائعة، تحوي قاعة اطلاع كبيرة وثرية لكبار السن، وبهذه القاعة أمهات الكتب في جميع مجالات الثقافة. كما تضم قاعة اطلاع للأطفال، تضم أعداد كبيرة من الكتب الشيقة للأطفال، وتضم مكتبة مصر قاعة حاسب آلي، وتحيط بها مساحة ممتازة من الخضرة. المكتبة رائعة، مكتبة مصر العامة من أهم معالم المنصورة. مكتبة مصر العامة نموذج رائع للمكتبات العامة. تضم حديقة حديقة مكتبة مصر العامة، حديقة رائعة على النيل. هذه حديقة مصر العامة، حديقة رائعة تضم أشجار وشجيرات. شكراً.